برغم قلة الموارد والإمكانيات قامت بلدية تكريت بحملة لرفع الأنقاض من مقبرة تكريت والتي خلفها داعش جراء تفجيره للكثير من المقابر وقبب الصالحين التي لم تسلم من شرهم. تقوم الكوادر الفنية في مديرية بلدية تكريت بحملة من أجل رفع الأنقاض الموجودة في مقبرة تكريت والتي خلفها تنظيم داعش الإرهابي نتيجة قيامه بتفجير بعض القبب والقبور في هذه المنطقة. حقيقة حملاتنا تأتي ضمن مجموعة من الحملات التي تقوم بها مديرية البلدية في كل أحياء مدينة تكريت وكذلك أحياء مدينة القادسية. اليوم عندنا حملة أيضا في حي الديوم، وكذلك أعمالنا مستمرة كتنظيفات أيضا في جميع أنحاء مدينة تكريت وحي القادسية. أيضا اليوم بلدية تكريت استلمت موضوع التنظيفات، إن شاء الله في خلال الأيام القليلة المقبلة سنقوم برفع كافة التراكمات الموجودة في داخل مدينة تكريت. نشاطاتنا مستمرة، اليوم عندنا صيانة الأحداق والمتنزهات، أنشأنا متنزهات عدد 2، واحد في حي جمعي في مدينة تكريت والآخر في حي الشهداء في منطقة القادسية. اليوم عندنا خطة كبيرة إن شاء الله بعد ورود الميزانية التشغيلية، لدينا ملاعب سباعية في القطعة 500، اليوم وضعنا في الخطة بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل دائرة المجاري أن نبلط محاور رئيسية في حي القادسية، لأن حقيقة اليوم مواطننا بحي القادسية يعاني ما يعاني من حفريات المجاري. دورنا كبلدية تكريت إن شاء الله نخفف العبء عن المواطن، نبلط محاور رئيسية على الأقل لتخفيف العبء، كذلك تبليط محاور رئيسية في حي الديوم بالتعاون مع صندوق الإعمار. أيضا استحصلنا كافة الموافقات الرسمية الخاصة بهذا الموضوع. اليوم هدفنا واضح جدا، هدفنا أن نخفف عن كاهل المواطن، هدفنا أن نرتقي بمستوى الخدمات. نطلب من المواطنين التعاون مع كوادر البلدية. اليوم البلدية ليس لديها العصا السحرية لأجل أن تقدم كل شيء في وقت واحد، ولكن نحتاج إلى إصلاح الأمور بالتدريج، نحتاج إلى تعاون المواطن معنويا. أيضا أريد المواطن يتعاون ويانا من خلال مواقع التواصل، من خلال القنوات الإعلامية. حقيقة باسمي وباسم كوادر البلدية نشكر فضائي صلاح الدين لتغطيتها المستمرة لأعمالنا في بلدية تكريت، وإن شاء الله عهد منا أن نكون عند حسن ظن المواطن إن شاء الله. المهندس عمر محمد الجراد، مدير بلدية تكريت. المسؤولون في بلدية تكريت أكدوا أن حملتهم هذه تأتي بجهود البلدية ولم تساندها أي دائرة أو منظمة محلية أو دولية، رغم المناشدات التي تطلقها منذ تحرير مدينة تكريت وحتى الآن. نعم والله جاي نقوم مجهود فردي، يعني احنا ما عندنا آليات، احنا يعني مركز مدينة شفل واحد وقلابة واحدة، بس من تصير عندنا هاي التراكمات اللي خلفها داعش جاي نشتغل نأجر آليات، يعني بأي مكان نحس بمعاناة للمواطن نأجر آليات على يعني من ميزانية البلدية المتوفرة، ولو هي قليلة تدري انت ماكو ميزانية على المتوفر، يعني نحاول يعني الانقاذ هاي بأي مكان خلفها داعش، يعني ايش قد عندنا مبالغ ولو هي قليلة، بس يعني هذا جاي نقدر عليه نقدر نوفره حاليا. مسؤول شعبة الآليات خالد حمودة. البلدية ابتدت بالعمل تنظيف المقبرة كاملة، انقاذ الذي خلفه داعش، والعمل مستمر ان شاء الله تنظيف المقبرة كاملة من القباب للانقاض بداخل المقبره، الاوساخ اللي ذبوا المهجرين كلها راح تنشال، السيارات المكسره الغادي المحطمه راح تنشال. بلديه تكريت اكدت انه برغم الصعاب التي تواجهها ستستمر في عملها في باقي مناطق المدينه، ومن هنا نطالب الحكومه المركزيه والمحليه بدعم هذه الدائره كونها في تماس يومي مع الحياه المواطنين، وهي الوجه الذي نظهر به عودة الحياة إلى مدينة تكريت. لقناة صلاح الدين الفضائية، وضاح العبيدي، تكريت.